وللمزيد معنا من العريش مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم بيبرس. كريم، ما الجديد لديك على صعيد تلقي المساعدات الدولية في مطار العريش وأيضا دخول القوافل عبر معبر رفح البري؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. دعونا نبدأ بدخول المساعدات المختلفة. فمنذ صباح اليوم جاري تجهيز أكثر من 150 شاحنة لدخولهم عبر بوابة معبر رفح المصرية. دخل منهم بالفعل 100 شاحنة منذ ساعات، ودخلت إلى الجانب الآخر حيث يتم تفتيشها منذ أكثر تقريبا من 4 أو 5 ساعات من الآن. ما زال التفتيش جاري في هذه الشاحنات بغرض يعني تفتيشها والتأكد من عدم دخول بعض المواد التي حذرت قوات الاحتلال من دخولها مثل الوقود. لذلك هذه الشاحنات دخلت بالفعل ولكنها لم تصل إلى الجانب الفلسطيني حتى الآن حسب علمنا، وبسبب بالطبع انقطاع الاتصال في معظم قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود أيضا. لذلك ليس من السهل التواصل مع الجانب الآخر من الأشقاء في فلسطين. هذا بالنسبة للمساعدات، ولكن ما زال بوابة معبر رفح مفتوحة لدخول مزيد من المساعدات والسيارات والشاحنات التي تصل إلى العريش، إما الأرضية عن طريق التحالف الوطني والمساعدات المختلفة في الشاحنات أو مطار العريش الدولي. كما ذكرتم، مطار العريش الدولي استقبل اليوم 6 طائرات، منهم عدد كبير من الطائرات الذي محمل بالمواد الطبية والمستلزمات الطبية والأغذية، ولكن ربما كانت من أهم الطائرات اليوم الطائرة الروسية التي احتوت على محطة لتحلية المياه سيتم إدخالها إلى قطاع غزة فورا بالطبع سماح قوات الاحتلال بدخول هذه الشاحنات. ولكن هذه ربما لنظرا لشح المياه في قطاع غزة، هذه من أهم النقاط. أيضا ضغط كبير في محاولة لإدخال شاحنة وقود ثانية تم تجهيزها بالفعل منذ دخول الشاحنة الأولى، ولكن لم يسمح حتى الآن بدخول هذه الشاحنة. أما بالنسبة للمصابين، المصابين بالفعل دخل عدد كبير اليوم، كنا نتحدث منذ ساعتين أو 3 عن 9 مصابين، وصلوا الآن إلى 14 حالة دخلوا بالفعل عن طريق بوابة معبر رفح المصرية وتم توزيعهم على المستشفيات المختلفة، ومنهم الطفل عبد الله. هذا الطفل الذي ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي وناشد جمهورية مصر العربية بأن يستكمل علاجه هنا. بالفعل دخل إلى جمهورية مصر العربية ووصل إلى معهد ناصر ليستكمل علاجه هنا في المستشفيات المصرية. نتحدث أيضا عن مزدوجي الجنسية الذين خرجوا من بوابة معبر رفح وتخطى عددهم اليوم 400 من مزدوجي الجنسية، وكذلك تخطى عدد مزدوجي الجنسية بالكامل منذ فتح البوابات لخروج مزدوجي الجنسية أكثر من 4700 من مزدوجي الجنسية. بالإضافة أيضا إذا تحدثنا عن المصابين فنتحدث عن أكثر من 170 مصابا، أكثر يعني ربما بالأعداد الأخيرة كان يصل إلى أكثر من 180 مصاب دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية بجانب مرافقين الذين يتم الاعتناء بهم بالفعل هنا في محافظة شمال سيناء. أما سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة أيضا أمام بوابة معبر رفح في انتظار الإذن بدخولها إلى الجانب الآخر لأخذ مزيد من الأشقاء المصابين في فلسطين. من العريش مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم بيبرس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.